مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. إن فهم ومعرفة السمات الشخصية للآخرين يساعدنا على التعامل معهم، ولكل أحد منا هذه الصفات والسمات لها معنى ودلالة في شخصيتنا، ولذلك نحن نقدم لكم اليوم معنى وصفات اسم كيان. معنى اسم كيان: كيان اسم علم مذكر ومؤنث عربي، وهو مشتق من الفاعل كن أو كان، معناه الثبوت في الوجود وقيمة الذات، الهيئة والبنية، الطبيعة والخليقة. يقال كيان الوطن، أي وجوده وثباته بحدوده المعروفة وكافة مقوماته. وكيان الشخص، أي وجوده وقيمته. صفات حامل هذا الاسم: إنسان صاحب شخصية هجومية ومبادرة، يتخذ بعض قراراته بشكل متسرع، يفكر بأسلوب فيه الكثير من الذكاء والدهاء، يتمسك بمواقفه بكل صلابة. صفات حاملة هذا الاسم: إنسانة محبة للمجد، وتجد نفسها مدفوعة لأعمال يذكرها الناس لها، لا تحب التعامل مع السطحيين، يمكن الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، رحيمة على من يحتاجها. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم كيان؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.